معكم يا هلا بالشباب، يعطيكم العافية، معكم بشاكر. اليوم مقطع بيكون عن لعبة من أكثر الألعاب اللي بهرتنا من شفناها لما استعرضتها وقدمتها سوني في معرض A3، واللعبة هي Ghost of Tsushima. وراح نقدم لكم كل المعلومات المتوفرة للعبة في المقطع وأتمنى يعجبكم. أول أحداث اللعبة بتكون بين عام 1274 إلى 1281، وهي فترة احتلال المغول اليابان، وأول جزيرة تم احتلالها وهي تسوشيما. ومثل ما تلاحظون الاسم اللعبة ماخذينه من الجزيرة، فمبين التركيز في أحداث القصة راح تكون أو بيركز على أمور تصير بالجزيرة هذه. اسم قائد العداء هو كوبلاي خان، وهو حفيد جنجيز خان، وأتوقع أن الأسامي هذه مرت عليكم في بعض المسلسلات والأفلام وتعتبر مشهورة ولها قصصها وساطيرها. وإذا تكلمنا عن قوات العدو هم من وين، من المعلومات اللي حصلناها أنه بيكونون أو بيتكونون من محاربين المغول والصين وكوريا. من ناحية بطل اللعبة اللي هو اسمه جن، صار حوار ونقاش بين اللاعبين كثر أن هالبطل يعتبر نينجا أو ساموراي، واللي أشوفه أنه أقرب حق مقاتلين النينجا من مقاتلين ساموراي. وحتى في باللعبة أداة تبين استخدمها الجن، وهي عبارة عن حبل أعتقد يسمونه كاغيناو، أو مثل ما نسميه عندنا قرابل الهوك، والحبل يستخدمونه حق تنقل بين أسطح المباني. ومثل ما تعرفين الأداة والآيتم هذا معروف ويشتهرون فيه مقاتلين النينجا. بس من ناحية شكل البطل أو ستايله أقول أنه ساموراي، بس طريقته بالتنقل بين المباني وكثرة عوامل الستيلث أو التخفي تخليك تقول أنه نينجا. بس في كلام طالع وغلبهم إشاعات راح يكون في نفس نظام سكيل تري يخليك تختار بين عوامل مثل تركيز أكثر على أسلوب النينجا أو الساموراي، وهم طبعا تقدر تخلط بينهم. وتشوف أن الهوك أو الحبل راح يعطي تنويع حلو في طريقة اللعب إذا تقدر تستعمله بسط المعركة. بس اللي شفناه من الجيم بلاي ما راح يكون عندك تستعمل الحبل بسط المعركة، وحتى طريقة القتال بتكون مايل الواقعية بشكل كبير. من الشغلات اللي عرفناها عن طريقة القتال أنها بتكون مقسومة لقسمين، الأول اللي يركز على التخفي وأنك تنهي الأعداء من غير ما يشوفونك، وتشوف أن أقرب شيء ممكن يشبه من النظام هي لعبة تنشو، والقسم الثاني اللي يركز على القتال التقليدي. وفي باللعبة هم نظام ممكن أشبه بنظام Metal Gear 5 اللي هو الطريقة اللي تقاتل أكثر من عدو بوقت واحد. عالم اللعب راح يكون عالم مفتوح ومبينك، راح تقدر تنقل بالجزيرة براحتك، وتشوف أن رسومات اللعبة خيال والبيئة حواليك ممتازة وعوامل الريح والإضاءة في له اهتمام ملحوظ. بالأخير أتمنى يكون عجبكم المقطع، وأعطونا رأيكم منو متحمس اللعبة، ولا تنسون اللايك والكومنت ومتابعة القناة. يعطيكم العافية ومع السلامة.